احنا ناقصتنا حاجه صغيره قوي قوي قبل ما نخش على الدوبلر عشان تبقوا متفتحين كده. وايه ناقصنا؟ البنكرياس. سليم. اما نتكلم على البنكرياس، زي ما قلنا ان الاسبرين موجود في مش عارف الميد اكزيلري لاين. اما نتكلم عن البنكرياس، اول كلمه نقولها هو فين؟ كلمه قبلها، كلمه قبلها ريتروبوتينيه. مهم. مهم، عشان اي حاجه هتريليت لهذا البنكرياس مش هتخش في البروتينيم، مش هتدلدق جوه، مش هتبقى سايبه، هتبقى البروتينيم بيمسكها في مكانها. اوكي. لو حضرتك بصيت على اي تقرير بتاع اي حد بتاع سونار، هو الديفولت اللي كاتبينه ان هو ماسك بايجاز، ولا ما نبص عليه اصلا، من الاصل ما ندورش عليه، صح؟ طبعا هذا فيتال ميستيك، لان حضرتك تستطيع انك تجيب البنكرياس كلير جدا في ما يزيد عن 80% من العيانين. المشكله في ان حضرتك لو بصيت على البنكرياس مش هتلاقيه، ولا انا ولا حضراتكم ولا الاجدع مننا ينفع يجيبهم. ليه؟ انا لا، انا ما بدورش على بنكرياس، انا بدور على اسبرينيك فين. البنكرياس قاعد نايم على الاسبرينيك فين. يبقى حضرتك لو عرفت تجيب الاسبرينيك فين، حضرتك عرفت تجيب البنكرياس. سهله. يبقى حضرتك ما تتعبش نفسك تدور على البنكرياس، لانك مش هتلاقيه لو دورت عليه كبنكرياس. يبقى حضرتك لو سمحت عايز تدور على بنكرياس، دور على الاسبرينيك فين. الاسبرينيك فين اللي هو مره ثانيه هينتهي ب او مع يلتقي مع السبرينيك ميزنتريك، والاثنين يديني بورتال. يبقى حضرتك لو عارف تجيب البورتال، وده ما حدش ما بيعرفش يجيبه، ده اي حد بيشتغل سونار بيعرف يجيبه. بعد ما جبت البورتال رحت داخل بيه على الميد لاين، دخلت بيه على الميد لاين، اصبح هو ايه؟ اسبلينيك. شفته اللي قاعد فوق هو بنكرياس بغض النظر هو ايه. تمام. يبقى ببساطه شديده صوره كده غريبه جدا جدا، ولا غريبه ولا حاجه، هو فين؟ ادي الاسبلينيك فين، ده الدايره دي اللي هي نهايه السبلينيك ميزنتريك، وادي الاسبلينيك. الاثنين بعد كده هيبقوا بورتال، اللي قاعد فوقه ده بنكرياس. هو ليه الصوره دي حلوه قوي كده؟ عشان استخدمنا الاستومك كويندو، شربنا عين ميه فعمل ويندو. بس اوعى تتهور وتعمل هذه الحركه في الشغل عادي. ليه؟ 90% 99% من العيانين واكلين وشاربين وعنده صواريخ جوه، هتلاقي بقى ما ياكل اصبح الاكل اللي جوه على خلاص، هتندم انك خليت عين يشرب. حلو؟ فمره ثانيه لو عيان يعني حاجه كده محترمه وعيان بتبص ولقيت، حلو، لكن ما تحاولش تعملها انتندد، يعني غالبا بتفشل. واحنا فين؟ ولا حاجه خالص. حضراتكم ادي اسبينك فين. على فكره لو شلت الفين ده هلاقي كله شبه بعضه. الجدع يجيب بنكرياس. ده البنكرياس، ولو بصيت ده الاسبينك فين بيكمل، شايفين ده البورتال شايفينه اهو. يبقى حضرتك بتجيبه وبترجع بيه. تمام؟ يبقى معاك البنكرياس فيري سيمبل. هو ده بنكرياس، احلف عليه ان ده بنكرياس. وابدا بقى ناخده مقاس وهيد وبودي وتيل. ما هو عند السبول الميزنتريك الحته من الدايره الكبيره دي، ده براها هيد وجواها بودي. يبقى حضرتك تعرف تقول بدأنا بقى نقيس الهيد وقيس البودي والتير شكله ايه وكل حاجه. الصوره زي الصور عاده اللي بنشوفها، صوره كده مالهاش اي معالم، اسبينك فين. يبقى اللي فوق الاستراكشر اللي فوق ده على طول ده البنكرياس. سليم؟ يا مره ثانيه انا فين؟ ولا حاجه خالص. مين العظمه دي؟ حلو قوي. الفيسل الكبير ده مين؟ ده ارتريو فين. ده الفين ومكمل وياه. حلو قوي. اصبح ده مين؟ ده مين؟ ليفت لوب. صح كده؟ يبقى كل حاجه واضحه. ده مين؟ طب ما اللي فوق قلت له اي بي سي، عنده دبل اي بي سي. لا طبعا، لا مش حاجه اسمها كده طبعا، بهزر. ده مين؟ الرينال ارتو يطلع من الاورطه عند الليفل بتاع ال2 ال1 اللي هو سوبر ميزنتريك اللي حضرتك شايفاه. يبقى لا، انا لسه الارت تحتي، يا لسه الرينا ارت تحت لسه، ولا رايت رينا ارت، مش رايت رينا ارت، ده مش بس اصلا. هو صح ومش صح، هو ناقص كلمه يقولها قبلها، ناقص كلمتين. رايت كراسو ديفرنت، الديفرنت ممسوك ببتاعتين كبار كده
الرايت نازله لتحت هي كل دي، نازله لتحت الشمال طالعه لفوق ما بشوفهاش. تمام؟ دايما حضرتك لما تقرا في الدايجنوست دايجنوست بتاع الريتروبريتينيال ليجنز السوبرا رينال يقول لك على الرايت سايد الرايت كلاتش دايفرام، حافظينها وقعدنا نقولها طول عمرنا ما شفناهاش. خلاص؟ ده علشان لو شفتها تبقى عارف ان ده رايت كلاتش دايفرام. خلاص؟ هذا عادي ما فيهوش حاجه، طبعا عين رفيع جهاز نظيف متحضر يعني اوكي؟ يبقى ده ما فيهوش مشكله خالص. احنا فين؟ صوره زي صور الصوره اللي مشغلها كلنا. خلاص؟ ركز ادي الاسبانيك دي. يبقى حضرتك اللي فوق اصبح كده باين، وباين الهيد وباين البودي وباين مش عارف ايه وكل حاجه باينه عندك خالص. لا يا فندم ده الاسبانيك بين الضغط هوريها لك دلوقتي حالا. اللي تحتيها لا انا عارف انت قصدك على ايه. بص شايف ده اللي قصدك على دي؟ لا تحتيها فين؟ تحتيه فين هنا؟ اذا كان هيبقى دي، اذا كان هيبقى دي اللي عند هيد الارض. لا بس ممكن لو شفتها مش عيب. هوريها لك دلوقتي. ال اه يس ده الكونفلونس بتاعت اللحمه بتاعت الاثنين يعني ده يعني ده اول البورتال. لا انا اقصد اللي تحت اللي هو فوق الاول بتاع انهي واحده؟ ده؟ اه ازاي سيرياك؟ مين اللي قال سيرياك؟ ده الارتري ارتري ارتري ايوه ايوه انا اقصد اه اه مش الفين. البين هو اللي جنبه. السيلياك اعلى. ما تنفعش اشوف معايا سوبي مزنتريك. السيلياك يبان لوحده ثم يبان ان سوبي مزنتريك. لازم يكون كروس اه ترانسفيرس. ايه راينا؟ مره ثانيه ده دخلت الايه؟ السبينك عشان تكمل بيه بورتال. او بمعنى اخر ترجع من البورتال تجيب ايه؟ السبينك اللي نايم فوق البنكرياس اللي حضرتك عايز تشوفه بكل بساطه بهذا المنظر. اوكي؟ نفس الكلام تمام. بنكرياس باين مفيش عندنا اي مشكله خالص ان حضرتك تلاقيه. لو حضرتك بتدور على بنكرياس اذا بنكرياس مش هتلاقيه. حضرتك دور على السبلينك بين اهو في ريمو فلويد موجود. يس صح اوكي. مره ثانيه في ريمو فلويد موجود في الجنب السليم. حلو جدا. مرة ثانية دي كلها أشكال لبنكرياس. السؤال بتاع بنكرياتك ضغط؟ يس يو كان. تمام؟ ملي ولا بتاع مقبول ما عنديش مشكلة فيها. لو لقيتها أكبر من كده يبقى تتكلم على إنها أوبستراكتد ومعناها بنكرياتكس. على طول هي أحد أسبابه. أو ماس. يس. أوكي؟ إنفلاميشن إيه رأينا؟ وسولن حواليه حلو قوي. This is acute pancreatitis. من الحاجات القلائل اللي بنقول لحضرتك لازم تكتبها كدياجنوز. تمام؟ لسببين. السبب الاولاني خد بالك انا في كثير من الحاجات عومت لك الموضوع كده اوعى تكتب وما تقربش واكتب لايكلي ده ما ينفعش. خلاص؟ لان حضرتك لو كتبت لي لايكلي هو بالنسبه للجراحه هو acute abdomen. هيقول بالظبط اتفتح ما اتقفلش ما مش هيتقفل. خلاص؟ يبقى حضرتك لما تلاقي ده اكتب اكيوت بانكيتاكس. من الحاجات اللي بنقول لك اكتب لو سمحت اكتب دياجنوزس عشان عين ده ما يتفتحش. ولا يفرق. طب هو ليه ما فيش فلويد جوه الابدومن كتير وحاجات؟ ريتروبروتينيوم. فالفلويد هيبقى قاعد في مكانه ممسوك ببروتينيوم ما يبقاش سارح في الابدومن. خلاص؟ هو ايكوجينيك اكتر. يس. تمام؟ يبقى سولن ايكوجينيك. البودي بتاعه اكبر من الهيد. تمام؟ يبقى كل ده علامات مره ثانيه قد كده بقى تخنان قد كده. خلاص يبقى ده على طول بتكلم على بانكياتايتس اكيوت بانكياتايتس. ثلاثة اثنين ونص اثنين. انتروبوستيرو. التيل عادة ما بنشوفوش لكن حضرتك ممكن لو وصلت عند الهايلم بتاع السبلين ممكن تشوفه. يعني عايز تشوفه بطريقه اخرى التيل. بس عاده يعني بيبان معاك لو دورت على الاسبينيك فين وشوفه نايم عليه ازاي هيجي. ايه ده؟ ايه الاستراكشر ده؟ بس وقف. ده مكانك ضغط اللي دايليتد بسبب الستون. هو كان ناوي يقول اسبينيك فين. خلاص اسبينيك فين تحت. لما ده الستون.
طب ليه السبيني بين مش باين قوي في الصوره؟ لان انا مش صعب اجيب لك الضغط والب... يعني تمام؟ احنا كلنا الضغط. This is duct markedly dilated بامباكتد ستون بنكرياتيك duct ستون مش جول بتاع كومباين duct ستون. سليم؟ العيان هنا الدايلاتيشن اللي في الليفر في الانتر هيباتيك بيري راديكلز هيبقى كتير ولا قليل ولا كتير قوي؟ كتير. قليل العيان. انتر هيباتيك بيري راديكلز. بتبان نورمال ولا كبيره ولا ولا كبيره كبيره في العيان ده؟ لا كبيرة. مش مالهاش دعوه بالامبوله، قبل الامبوله نورمال هتبقى نورمال. وصح كلامك صح طبعا. لو مش مقصره على الامبوله، مش عامله قديمه على الامبوله، يبقى هيبقى الباقي ده كله نورمال، مالناش دعوه بيه خالص. ده قصه وده قصه ثانيه. اوكي مره ثانيه ستون دايليت الضغط وستون. طيب منجل هيكبر من كلاسيفيكيشن حلو. دايجنوزس كرونيك بانكيتايتس. يعني في حاجات كده معروفه لما ابص عليها نعرف على طول نتكلم عليها. ماس حضرتك وانس لقيت ماس اتكلم ان هي على طول عامله اوبستراكشن للكوموبايل دكت هيتروجينس عامله دايلاتيشن الجول بلادر اللي سين وول اللي حضرتك شايفينها بقى فيها مض نتيجه ان هي ما بتفضيش بسرعه زي ما اتفقنا تمام. على طول حضرتك اطلب له سين كات سي تي لان مره ثانيه حضرتك ممكن تبعته يعمل سي تي يروح عامل العادي فيطلع تعدي ما تبانش معاهم قوي. سين كاتس اللي هو كاتس كل ميديا سين كاتس تي تمام؟ عشان المال عشان الماس دايجنوز الماس. اوكي مره ثانيه بنكرياتيك ماس بنكرياتيك ماس واخده الهيد. اوقات تحط كلر تلاقيها يعني تبينهولك انك حضرتك شايف السوبيريو ميزنتريك مع السبلينك اللي عاملين البورتال والبتاع قاعد على الهيد قاعده في مكانها المظبوط اللي متوقعين. اوكي مره ثانيه حاجه صغنطوطه. اوكي وانس ان حضرتك لقيت اي حاجه في الهيد بنكرياس لو سمحت كومنت عليها، مش اصل العين مش متحضر اصل كومنت عليها تمام. لان مره ثانيه من الحاجات اللي يعني بيقال ان هو 6 مانثس من ساعه ما انت دياجنوز، فحضرتك ما تستناش بقى لما تبقى بطيخه قد كده، يمكن نعرف نلحق العيان بدري بحاجات صغيره زي دي. اوكي طبعا دايلاتيشن في انتر هيباتيك تمام اكيد من اكسترا هيباتيك اوبستراكشن اللي هو كومان بايل داكت بقت ايه مقفوله، وعندنا لحسه فلويد بيري هيباتيك اهي تمام. يبقى دايليتد انتر هيباتيك بيري راديكلز واكسترا هيباتيك بيري راديكلز من الضغط اللي دايليتد انترا واكسترا، وعندي شويه فلويد موجودين. اوكي مرة تانية الضغط الدايليتد وقف، أنا مش شايف ماس، حضرتك حد شايف ماس؟ أدي الضغط. حد شايف ماس؟ حتى لو أنا مش شايف. فيلينج ديفكت أنا مش شايف، العين يعمل إيه آر سي بي. بس مش هعديها، يعني أنا شايف الضغط دايليتد لحد هنا، ما عنديش مشكلة. طيب. هو ينفع يبقى العيان عنده كومان بايل ضغط دايليتد والإنتر هيباتيك بيري راديكال اللي مش دايليتد؟ ممكن؟ حاجة عند الضغط نفسها يعني؟ ايه؟ حاجة كونجينتال ايه؟ طيب كارولي؟ كارولي مالتيبل سيست جوه الليفر. لكن اللي بره الليفر كليدو يس كليدوكال سيست تمام. فمش مش كل واحد هتلاقيه دايليتد دايليت قد كده، بس تلاقي جوه نورمال لايكلي كليدوكال سيست فور فيرز ايفالويشن. لازم عشان تبقى دايليتد لازم اللي جوه يبقى دايليتد. ما ينفعش يبقى هي دايليتد واللي جوه مش دايليتد، ما في حاجة غلط، ما في حاجة مش مظبوطة. سودوسيست عيان كان عنده بانكرياتايتس، الجسم حاول يكونتين القصه اللي فيها الانفلاميشن فعمل حواليها فايبرس كبسول، هو ليس في ايبيثيليوم عشان كده بيكتبوه سودوسيست وليس سيست. ممكن تلاقيه الونج البوستيريو ميديستاينم لغايه البوستيريو بيرتروبوتونيوم في اي حته من هذا الكلام حسب جمع فين كل المنطقه بس كله ممكن يبقى ورا البنكرياس في البتاع ديت الليسر ساك، ممكن يوصل للبلفس على حسب. مش حاجه ممكن تبقى قدام البروتينيه. لا صعب عشان ده كل ده ريتروبروتينيه. كل ده ريتروبروتينيه. سيست بهذا الحجم الظريف. حضرتك لو دخلت الابره وانت مغمض هتجيبه الحمد لله. اسحبه ولا لا؟ ليه؟ ليه هو ده في كازوني ولا ما فيهوش كازوني ده؟ ما اسحبوش ليه؟
انزايم ده مش في الاكيوت، ده عمرك حضرتك ما هتلاقيه في الاكيوت، ده هتلاقيه بعد الانفلاميشن ما خلص. ده الجسم حاول يعني يلم الدنيا وعمل هذا الكبسول. فممكن يجي لك عيان يسحب افضيه ولا ما افضيهوش؟ افضيه طبعا. امال العين جاي ليه؟ ده مغري جدا، انت هتخش وانت مغمض بتاع اسحب العين زي الفل. ولا جنب اورطه ولا حاجه خالص، ملوش دعوه باي حاجه. كبير. العين هيشكرك يقول لك ميرسي جدا 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 ويروح البيت وهنام في الميكروباص، هينام هبدا نايم. خلاص بتقعد عليك الحمد لله، ده عارف يعني الحمد لله. اي حاجه فوليوم كبير بهذا الحجم ده مش سيست صغير، ده حاجه قد كده. حضرتك لما تفضيها مره واحده ما ينفعش. ده عند حضرتك كده متركب له قسطره وتسيبه يدرين على راحته. عشان هيحصل ايه؟ رابد ديكمبريشن. حضرتك مره واحده الكمبريشن بعد ما عملت له ريليز البينا السيركيوليشن هتتفتح. الحبه الخمسه لتر اللي ربنا مديهم لنا ما قضوناش. احنا عاملين نلعب بيهم في يعني نوديهم شويه للليفر شويه اللي مش عارف ايه فايتال اورجان مش عارف. وانس حضرتك فتحت الدنيا راح الدنيا كلها مفضيه العين يجي له يضيع يخش في شغل. خلاص؟ قصه ان فضيها ما عنديش مشكله. بس لازم فاهم ان هيقعد معايا لان اللي هيحصل مش اكيوت بتاع الهيدات اللي حصل قدامي وانا واقف يمكن اعرف اتصرف. خلاص؟ ان انا مش هشوفه. لو خليته على اي فلويد ولا سنه لا اي في ليه؟ ليه اساسا اي في؟ حضرتك بتركبه زي العين عنده قصيت الشديده بيسحبها مره واحده؟ لا انا تركبها والدرين وسيبه قاعد معاك يوم في المستشفى خد راحتك. على حسب طبعا حجم السيست. مش السيست طبعا اللي 3 سم 3 سم ده هتقول لي هندرين نقعد ساعتين. على حسب لكن السيست ده واخد من الاول لقبله من اخرها قد كده يبقى ده حضرتك هندرين جراديوالي. اوكي؟ ودي الحاجات اللي هنبص عليها في البنكرياس. هيبقى لنا بعد كده الايه؟ الحاجة السهلة وانتم مفوقين كده ان شاء الله. اسهل حاجة.